في هذا المقهى بمدينة كيب تاون يحتاج صنع فنجان من شاي ريد بوش إلى موهبة خاصة، إذ يتم تحديد كمية الشاي بدقة متناهية وحساب كمية الماء اللازمة وحرارتها، إضافة إلى مدة بقاء أوراق الشاي داخل الفنجان، ليحصل الشخص بعد كل هذا على رشفة من كوب الشاي هذا. وشاي ريد بوش يعتبر نوعا خاصا يقدم للذواقين فقط، إلا أنه أصبح رائجا ويتم احتساؤه في المقاهي كهذا المقهى. مارتن بيرغ يزرع نبتة الريد بوش، وهو أيضا المدير التنفيذي للشركة التي تحمل اسم الشاي، والتي تعتبر أكبر شركات المنطقة والمتخصصة بإنتاج هذا النوع من الشاي الذي يتم تصديره من هنا إلى كافة أنحاء العالم. ألمانيا كانت أكبر مستورد لشاي ريد بوش، ولكن الآن يلاقي هذا المنتج إقبالا كبيرا ويتزايد الطلب عليه من مختلف دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا واليابان وغيره. هذا الإقبال المتزايد جعل قطاع تجارة شاي ريد بوش يساوي 23 مليار دولار، إذ يحصد ما وزنه 15 ألف طن من هذه النبتة سنوياً، ويتم تصدير قرابة نصف هذه الكمية إلى الدول والأشخاص الذين تهمهم الفوائد الصحية العديدة التي تحتويها هذه النبتة. ويليام أنجلبريشت وعائلته يزرعون الريد بوش منذ 4 أجيال، ويؤكد أنجلبريشت أن الإقبال المتزايد على الريد بوش سببه الفوائد الصحية العديدة التي تحويها هذه النبتة، والتي تم إثباتها من خلال العديد من الدراسات، وخصوصا فيما يتعلق بقدرتها على منع التأكسد في الجسم. أجرى اليابانيون العديد من الأبحاث حول فوائد نبتة الريد بوش في أوائل التسعينيات، وحين انتشرت هذه الأبحاث أقبل الناس من مختلف أنحاء العالم على شربها. وانتشرت هذه التجارة بشكل واسع لدرجة أنه أصبح على شركة ريد بوش حماية اسمها، بعد أن قامت إحدى الشركات الأمريكية باستخدام الاسم وإطلاقه على منتجاتها، الأمر الذي دفع عدداً من المزارعين للمطالبة بحماية أكبر وأقوى لصناعاتهم، كما هو حال المزارع أنجلبريشت. لا توجد قوانين في حكومة جنوب أفريقيا لحماية اسم ريد بوش مثل تلك القوانين الفرنسية التي تحمي الاسم شامبيان، ولا تسمح لأي منتج من النبيذ أن يطلق عليه هذا الاسم إلا إذا كان صادرا من مقاطعة شامبيان في فرنسا، وعلى الحكومة أن تتخذ إجراءات مماثلة من شأنها حماية ممتلكاتنا الثقافية. وفي الوقت الذي ينتظر فيه المزارعون الإجراءات الحكومية، تستمر عمليات التطوير وتوسيع قواعد الإنتاج للدخول إلى أسواق جديدة مثل الهند والصين، وعليه تجرى العديد من الفحوص في مختبرات متخصصة لاكتشاف تلك الفوائد الصحية والوصول إلى منتج جديد مستخلص من هذه النبتة.